لقد أصبح عالمنا متواصلا على نحو لم يسبق له مثيل، إذ يسير النمو الاقتصادي والاتصالات معا جنبا إلى جنب. واليوم أعلنت أكبر شركة برمجيات في العالم عن مبادرة رئيسية في أكبر قارات العالم. اسمحوا لي أولا أن أنا أرحب بحضراتكم مرة ثانية بالنيابة عن مايكروسوفت ودردش معكم شوية كده، مقدمة بسيطة إحنا بنحاول نعمل إيه النهاردة. خلال السنوات الثلاث المقبلة سوف تطرح مايكروسوفت عشرات الملايين من الأجهزة الذكية بين أيدي الشباب الأفريقيين، بهدف جلب مليون شركة أفريقية صغيرة على الإنترنت ومساعدة 200,000 أفريقي في اكتساب المهارات الجديدة للحصول على الوظائف. علي فرماوي، نائب رئيس شركة مايكروسوفت. في عيون العالم أفريقيا تمثل مشاكل وتحديات، في عيون مايكروسوفت أفريقيا تمثل موهبة وإمكانيات ومستقبل مشرق. وفي إحدى المبادرات سوف يظهر هاتف جوال جديد، ومن خلال العمل جنبا إلى جنب مع مايكروسوفت استطاع هواي ابتكار هاتف ذكي جديد مخصصا لإفريقيا، إذ سوف يأتي هاتف ويندوز 8 محملا بنخبة من التطبيقات كلها من تصميم أفريقيين لأجل أفريقيا. أنا يولان يوان، رئيس شركة هواوي في شمال أفريقيا، وإنني لسعيد جداً اليوم لإطلاق مبادرة الشراكة بين شركة مايكروسوفت وشركة هواوي. أنا مقتنع ومؤمن أننا سوياً نطرح منتجاً فريداً للمستخدمين في أفريقيا. وسوف يحتضن المزيد والمزيد من الأفريقيين تكنولوجيا الهاتف الجوال، وأن شركة مايكروسوفت على يقين بأن هذا سوف يفتح عالماً جديداً من الإمكانيات. هي مهمة كبيرة، ولكن المهم حقيقة أن نبدأ. مايكروسوفت تبدأ، وفرص عظيمة للتعاون مع مؤسسات أخرى وشركات أخرى، والهدف في النهاية أفريقيا.